Hallo, liebe Schüler und liebe Schülerinnen. Guten Tag. Nachdem inshallah nibda' fi ad-dars al-rabi'. Oje, es tut so weh. Inshallah nachdem hanakhod die Körperteile. Die Körperteile, yani ajza' al-jism. Tamam. Awwal juz' andana fi al-jism illi huwa mein Gesicht. Mein Gesicht, يعني إيه المين جزيشت يعني وجهي الوجه اللي هو وشي يعني تمام وشي بيبقى فيه إيه إيه الحاجات اللي بتبقى موجودة في دماغي أول حاجة داس هار داس هار هار يعني شعر داس هار يعني شعري داس أور داس أور داس اور داس اور يعني الاذن دير موند دير موند يعني ايه دير موند يعني الفم دير موند يعني الفم داس كين يعني ايه الفك اللي هو تحت البق على طول اللي هو الدقن دي داس كين داس اوجه داس أوجه أوجه يعني الأذن ولا إيه إحنا قلنا الأذن يعني إيه داس أور يبقى داس أوجه يعني إيه العين أهي هو عامل إشارة على العين عامل سهم على العين يبقى ما يجيش حد يقول لي داس أوجه يعني الأذن ها داس أوجه يعني العين داس أور يعني الأذن دي نازة دي نازة يعني إيه ها العين ولا إيه يعني الأنف دي نازة يعني الأنف ها دي نازة داس أوجه داس كين ديا موند داس أور داس هار ناقص إيه ناقص حاجة واحدة السنان السنان دي يعني إيه دير اتسان دير اتسان دير اتسان يبقى اتسان يعني الأسنان دي نازة يعني الأنف داس أوجه يعني العين داس هار يعني الشعر داس أور يعني الأذن دي موند يعني الفم داس كين يعني إيه الدقن تمام ده المين جزيشت جزيشت يعني إيه ها جزيشت يعني إيه يعني الوجه نخش على الجزء الثاني دي كوربا تايل نمبر 2 ها دير روكن دير روكن يعني ايه دير روكن في نمبر 1 عندنا هنا يعني الايه الباك يعني الظهر دير روكن يعني الظهر دير روكن تمام دير ارم ارم يعني ايه يعني الذراع يعني ايه الذراع دير ارم دير ارم دي هند دي هند هند يعني ايه يعني الايد الايد بس مش الذراع كله يعني مش دراعي كله الدراع يعني دير ارم تمام طب دي هند يعني اليد بس دي هند تمام طب دير كوبف دير كوبف يعني ايه دير كوبف يعني الرأس الرأس كلها دير كوبف تمام دير هالز دير هالز يعني ايه دير هالز يعني ايه الزور الزور او الرقبة دير هالز دير هالز هالز يعني الزور او الرقبة دير باوخ دير باوخ باوخ يعني البطن دير باوخ يبقى دير هالس دير كوبف دير باوخ دير روكن دير ارم دي هاند يعني اليد دير ارم يعني الذراع دير روكن يعني الظهر دير كوبف يعني الرأس دير هالس يعني ايه الرقبة أو الزور
دير باوخ يعني البطن. نوما تخاي تي كوبا تايلر نوما تخاي دير فينغا. دير فينغا يعني الإصبع. داس باين يعني إيه داس باين؟ يعني الرجل القدم كلها اسمها داس باين. طيب يعني إيه داس كيني؟ كيني يعني الركبة، منطقة الركبة بس اسمها داس كيني. طيب دير فوس؟ دير فوس يعني القدم من تحت، القدم بس مش الرجل كلها. دا دير فوس يعني القدم، عشان كده بقول فوس بال. فوس بال يعني كرة قدم. فوس بال يبقى دير فوس يعني القدم. داس باين يعني القدم كلها. داس كني يعني منطقة الركبة. دير تسي. دير تسي. دير تسي يعني إصبع القدم. طب إصبع اليد اسمه إيه؟ دير فينجر. دير فينجر يبقى دير فينجر إصبع اليد، ودير تسي إصبع القدم. وبكده نكون خلصنا إيه الدي كوبا تايلر. كده دي كوبا تايلر تلات أجزاء خلصناهم. طب ناخد إيه ديالوج عليهم. نوما أينز. هلو بيتر. هلو بيتر كم فير شبيلن فوسبال. مرحبا يا بيتر. كم فير شبيلن فوسبال تيجي نلعب كرة قدم. بيتر قال له أخ ناين لأ. هيرد عليه قال له فاروم فاس است دين لوس. فاروم فاس است دين لوس. فاروم يعني واي لماذا. فاس است دين لوس ايه اللي حصل. قال له ماين فوس توت زو في. ماين فوس توت زو في يعني ايه؟ احنا قلنا فوس يعني ايه؟ يعني القدم. ماين فوس يعني قدمي. توت زو في يعني قدمي تؤلمني. توت زو في يعني يؤلمني. وده اسم الدرس بتاعنا اصلا اللي هو او يي او يي اس توت زو في يعني او يي او يي اس توت زو في هذا يؤلمني. يبقى ماين فوس توت زو في قدمي تؤلمني. ايش كان نيشت فوس بال شبيلن. Ich kann nicht Fußball spielen. أنا لا أستطيع لعب كرة القدم. Ich kann nicht يعني I can't. I can't play. Ich kann nicht Fußball spielen. و Ich kann بيعمل إيه؟ بيجيب الفيرب am Ende. عشان كده قال Ich kann nicht Fußball spielen. Spielen يعني يلعب، جت في آخر الجملة. وبكده نكون خلصنا الكوبا تايلر، أول درس عندنا في في ليكتسيون فيها. und bis dann bis später tschüss.